بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد البابلي والدرس الرابع من دروس دورة الإنستليتور. خليكم معانا. اتعلمنا في الدروس اللي فاتت ازاي نستخدم الاوبن شيبس، وكمان ازاي نرسم الكلوست شيبس، ورسمنا الشكل ده، وكمان رسمنا الشكلين دول بكل بساطة وسهولة، وما شاء الله الناس طبقتهم على طول في الجروب، وبصراحة كل التطبيقات إبداعية ما شاء الله عليكم. وكمان اتعلمنا ازاي نروح على قائمة Object ونعمل Compound Path ما بين شكلين وندمجهم مع بعض، وكمان اتعلمنا أداة الدمج الشيب بيلدر تول، وعرفنا ازاي نربط الشكل ببعضه وازاي نكرره بالشكل ده نطلع منه اشكال كويسة، وازاي نقدر ان احنا نلون اجزاء منه او نفصلها او نقصها او ندمجها. كل ده اتعلمناه في الدرس اللي فات. درس النهاردة هنتعلم اداة جديدة من اداة الدمج والقص، وهنتكلم كمان عن نظام الالوان في الالستريتور. يمكن التطبيق هيبقى ضعيف شوية، مش هنعتمد قوي على تطبيق كبير المرة دي، لكن هنقول معلومات مهمة جدا 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 هتساعدنا في التصميم، لازم تركزوا معانا قوي. اول حاجة هنبدأ ان احنا نفتح فايل جديد. بداية لو اتكلمنا عن نظام الكتابة في الالستريتور، الكتابة بتختلف عن الفوتوشوب. يعني لو نفترض ان انا عايز عندي كلمة وعايز اقطع الحروف بتاعتها في الفوتوشوب، لازم يا اما اكتب الكلمة واحولها لحروف واخلي كل حرف في لير، او اكتب كل حرف لوحده قصة. لكن في الالستريتور الموضوع اسهل من كده بكتير. انا مجرد ان انا بس بضغط كده وبكتب الكلمة اللي انا عايزها. نفترض ان انا هكتب اسمي، واجي اختار اداة التحديد واكبر اللير بالشكل ده. نفترض ان انا مثلا عايز الخط بولد، واختار ايا كان، بقدر اتحكم زي ما انا عايز. تمام، بكل بساطة انا لو عايز احول الحروف دي لليارات بضغط كليك يمين واعمل create outlines او shift و control و o. لاحظ هنا ان هو في الليارات عمل لي جروب ودخل جوه الجروب دي في كل لكل حرف لير منفصل لوحده، مجرد ان انا بس عملت outline. لو عايز اشيل الجروب طبعا بضغط كليك يمين واعمل ungroup، كده بقت كل لير لوحدها منفصلة مش في جروب. وكمان لو رحت على أداة الـ Direct Selection Tool، بلاحظ النقط بتاعة التدوير ظهرت لي على الحروف. أقدر كمان إن أنا أتحكم في الانحناء بتاع الأطراف اللي في كل الحروف مع بعض، أو أتحكم في كل حرف على حدة بحيث إن أنا أشكله زي ما أنا عايز، أو حتى أتحكم في ركن واحد. يعني مثلا لو ضغطت ضغطتين على الدايرة دي بقدر ان انا اختارها لوحدها بحيث ان الشكل يبقى كده، او مثلا ان انا اقدر اتحكم في النقط اللي موجودة على الحرف فبالتالي اغير من شكله. يعني مثلا ضغطة كمان كده بالطريقة دي اقدر ان انا اغير شكل الحرف، وده بنستخدمه كتير في اللوجوهات اللي هي عبارة عن كتابة، واغير شكل الحروف او اكتب اسمي بشكل مختلف، واتحكم كمان في الانحناء بالطريقة دي. طبعا لازم اكون مفعل الاختيار ده بحيث ان انا الاداة دي بتحول لي الانحناء ده لزاوية قائمة. لاحظ معايا الخط بقى منكسر ما بقاش منحني، لكن لو ضغطت على الاداة دي بترجع لي انحناء زي ما هو. سيبكوا تجربوا فيها، وممكن تشكلوا الحروف زي ما انتوا عايزين، بس ده مش موضوعنا النهاردة. انا هتكلم عن اداة الدمج التالتة من أدوات الدمج الكتير اللي موجودة في الإلستريتور واللي هتفيدنا كتير قدام. مبدئيا علشان ندمج أشكال، فبالتالي أنا هضطر إن أنا أحط الحروف على بعض. خليكم معايا، أنا ممكن أسرع الفيديو. زي ما انتم شايفين أنا قربت الحروف من بعض ولونتها بحيث إن احنا نقدر نميز كل حرف عن التاني، علشان أوريكم الأداة الجديدة اللي هنستخدمها في الدمج وفي القص. بنروح على قائمة ويندو ونلاقي هنا كلمة باث فايندر اللي هي اختصارها شيفت وكنترول وإف 9.
الأداة دي هنحتاجها كتير جدا برضو قدام، بتبقى كويسة جدا في أعمال اللوجوهات أو في أعمال القص عموما، وهي عبارة عن خطين من أنواع القص، الشيب مودز والباس فايندرز. الشيب مودز أول اختيار فيها لو مثلا حددنا شكلين أو حرفين بالشكل ده، نلاقي إن الأداة الأولانية دي بتخلي أي شكلين يندمجوا وبتخليهم عبارة عن شكل واحد أو لير واحدة، تمام. الأداة اللي بعدها بتقصلي الشكل اللي في المقدمة من الشكل اللي في المؤخرة، فبالتالي بتسيب فراغ في المكان اللي هي كانت فيه. الشكل الثالث بيعكس، يعني بحيث ان هو ما بيقصش، بيخليه الجزء المشترك ما بينهم هو اللي ظاهر. والأداة الأخيرة بتعمل العكس، اللي هو بتخلي الجزء المشترك هو اللي مش ظاهر، فبالتالي الجزئين اللي قدام هما اللي هيكونوا باينين وبيكونوا في جروب وكل لير لوحده. طيب نفس الأدوات دي لو أنا ضغطت على الألت مع كل أداة من دول بيختلف طريقة عملها. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا لو ضغطت على الألت مثلا وضغطت على أداة الاتحاد دي، أو اللي هي بتخلي الشكلين يتحدوا مع بعض، هي ما خلتهمش يتحدوا في لير واحدة، لا هي خلت كل لير لوحدها بس الشكلين متحدين مع بعض زي ما هما، حتى في الألوان. يعني لو أنا ضغطت بره كده بلاقي إن اللونين بقوا لون واحد، ده عشان أنا ضغطت على الألت مع الأداة. نفس الحكاية برضو هنا، لو أنا ضغطت على الألت مع الأداة التانية بيحافظ لي على اللير اللي هو المفروض إن هي كان هيقصها لو أنا ما ضغطتش على الألت، لكن في الشكل الخارجي ما بتكونش واضحة، لكن اللير بتاعتها موجودة أقدر إن أنا أرجعها بعد كده زي ما أنا عايز. نفس الحكاية برضو في الشكلين الباقيين، لو ضغطت على الألت الحروف بتفضل موجودة لكن اللي ظاهر بس الجزء اللي متقصش. ده الأداة الأخيرة نفس الحكاية، الجزء ده موجود لكن واضح أو ظاهر إن هو اتقص. نيجي على الأدوات اللي تحت، ودي أكتر اللي إحنا هنستخدمها، اللي هي الباس فايندرز. ودي لازمتها إيه؟ يعني نفترض مثلا أول أداة، أداة الديفايد دي، زي الشيب بيلدر تول، لما بضغط عليها بتقصلي الأشكال، يعني زي ما انت شايف كده دخلت الجزء ده جوه. هو اي نعم هو حاليا دلوقتي يعتبر ان هو اتقص برضو، وحولت لي الاشكال لثلاث اشكال، يعني قصت كل الاجزاء اللي هي ما بين الستروك. الاداة اللي بعدها لو انا حددت مثلا الشكلين بالطريقة دي، بلاقي ان هي بتعكس، يعني بدل ما هي بتدمج الشكلين لا هي بتقص الشكلين، وخصوصا الشكل اللي قدام بتقص الجزء اللي ورا. نجرب، يعني لو انا ضغطت عليها كده الاقي الشكل اللي قدام ده قص الجزء المشترك ما بينهم وخده من الشكل اللي ورا. الأداة التالتة وهي أداة الميرج، ودي بتستخدم لما يكون عندنا أكتر من شكل أو أكتر من شكلين. يعني نفترض إن أنا دلوقتي عندي 3 أشكال مرتبطين مع بعض وضغطت على ميرج، لاحظ اللي هيحصل، الشكلين اللي ورا اندمجوا مع بعض لكن الشكل الأساسي اللي هو قدام اتقص من الشكل اللي ورا. زي ما احنا شايفين المحتفظ بشكله هو الشكل قدام بس، لكن الأشكال اللي ورا اتقصت من بعضها. نيجي للأداة، أداة الكروب، زي ما انت شايفين بتاخد الجزء المشترك بس لو حتى ما بين شكلين منفصلين. بضغط على شيفت علشان احدد الاتنين، الاقي ان بس الشكل المشترك ما بينهم هو اللي محافظ عليه لحد دلوقتي. اجي على اداة الاوتلاين، الاقي لو عندي بس ستروك بتحافظ على الاوتلاين بتاعي، ما بتعملش قص ولا حاجة لكن بتشيل الفيل. اخر اداة وهي المينيوز باك، بلاحظ ان هي بتشيل الجزء اللي ورا وبتقطع من الجزء اللي قدام، ودي برضو اغلب الادوات دي مش هنحتاجها، الثلاثة الاولين بس هما اللي هنحتاجهم غالبا، بس برضو لازم تعرفوهم. خلينا نرتب المنيوز بتاعتنا او البانل. احنا ممكن ناخد مثلا التابوبات دي نحطها هنا بالشكل ده. طبعا اللايبراريز انا مش محتاجها، انا محتاج اللايرز، الباس فايندرز، البروبرتيز، ممكن كمان اخد الترانسفورم.
والالاين بالشكل ده. لو عايز ان انا اخفي المسميات واخليها ايقونات بس، بسحبها كده وقت محتاج مثلا layers بظهرها واشتغل عليها، وقت محتاج الترانسفورم بظهره واشتغل عليه، المحاذاة نفس الحكاية وهكذا. لو عايزين مثلا نظهر الاسامي بتاعت الايقونات، بنسحب بس الخط ده كده، بتظهر لنا الايقونات باساميها للناس اللي هي لسه معرفتش شكل الايقونات. لكن الافضل ان انت حاول ان انت تتعود على شكل الايقونات علشان توسع مساحة العمل لنفسك. نيجي بعد كده لنظام التلوين على الاستيتور، وده حاجة مهمة جدا يا جماعة وهتنفعنا. كل ما كان الالوان متناسقة في شغلك او في تصميمك، كل ما كان الشكل بيكون كويس وتصميماتك بتكون افضل. وده في الاستريتور بيسهل لنا خالص الموضوع اكتر من الفوتوشوب. احنا في الفوتوشوب اتكلمنا بشكل عابر او بنظرة سريعة على الالوان لان الموضوع مش مفصل قوي، لكن لان برنامج الاستريتور يعتبر برنامج رسم من الدرجة الاولى ويعتبر كمان برنامج هندسي، لازم ندقق في موضوع الالوان ودرجاتها. اول حاجة علشان نظهر البانل بتاع الالوان من الاستريتور، بنروح على قائمة ويندو وبعدين على تبويب كولر، او نضغط F6 على طول بيظهر لنا الشكل ده. لو ظهر عندك بالاسلوب ده تروح على الاوبشن وبعدين تعمل شو اوبشنز. التبويب ده بيظهر لنا الالوان على طول، مش الوان جاهزة، يعني تقدر ان انت تختار اي لون زي ما انت عايز. لكن الالوان الجاهزة بنروح على قائمة ويندو وبعدين نروح على سويتشز. قبل ما نتكلم عن الالوان وقبل ما ندخل فيها، لازم نفهم طبعا انتوا عارفين ان في فرق ما بين الار جي بي والسي ام واي كي، وان دي الوان للطباعة وان الار جي بي الوان بس للشاشات ان انت هتشوفها على الجوال على اللابتوب او على السوشيال ميديا مش هتطبع عليها. لكن خلينا ندخل اكتر في الموضوع ده ونشرح يعني ايه سي ام واي كي ويعني ايه ار جي. انا جايب لكم صورة هنا بتبين الفرق ما بين الاثنين. ده نظام الار جي بي، وهي بيسموها الاديتيف او اللايت او الوان الضوء. هي عبارة عن الريد والجرين والبلو، طبعا دي اكيد انتوا عارفينها. لكن اللونين اللي هو الريد والبلو لما بيجتمعوا مع بعض بيطلعوا لون اللي هو الماجنتا اسمه كده، والبلو والجرين لما بيجتمعوا مع بعض بيطلعوا اللون الصيان، والريد والجرين بيطلعوا اللون الاصفر. فبالتالي وطبعا التلاتة لما اجتمعوا مع بعض بيطلعوا اللون الأبيض أو بيبقى أفتح لون، ودي الدرجة بتبقى زيرو. مؤشرات الألوان بتبدأ من 0 ل 255 في الإلستريتور. يعني لو قلت لك درجة الأحمر مثلا 15 ودرجة الجرين 135 ودرجة البلو 22، بيطلع لي لون معين، يبقى أنت كده عرفت درجاته، فبالتالي تقدر إن أنت تحفظه عندك. وهنتعرف إزاي نحفظ الالوان كمان في الاستريتور بعد شويه. ندخل على الوان سبتراكتيف كولر او البينت او الوان الرسومات او الوان الطباعه عموما، وهي السي ام واي كي، وهي عباره عن السيان والماجنتا واليلو والبلاك. سي ام واي كي، ودول لما بيختلطوا مع بعض هم الثلاثه بيطلعوا لي اللون الاسود، وبرده درجاتهم من 0 ل 255. نرجع تاني للاستريتور ونشوف يعني ايه الكلام ده. لاحظ هنا ان في قائمة color ال R وال G وال B او ال red وال green وال blue، وتقدر ان انت تتحكم في مقاساتهم من 0 ل 255، تمام. وهنا ال color guide. color guide انا بعتمد عليه بشكل كبير في الالوان بتاعت التصميمات بتاعتي، لان هو بيجيب لي كل مجموعة متناسقة مع بعض. يعني المجموعة دي لو أنا ضغطت عليها بيجيب لي الألوان المتناسقة مع بعضها، المجموعة دي مثلا بيجيب لي الألوان اللي تمشي مع بعضها. يعني لو أنا مثلا حبيت إن أنا أختار للحرف ده مثلا اللون ده، وهنا اللون ده، وهنا اللون ده، تمام، بلاحظ إن كل الألوان اللي أنا اخترتها أيا كان في المربع ده كله متناسقة مع بعض وماشية مع بعض. ليه؟ لأن هو بيجيب لي ألوان متناسقة، تمام. دي تنسيقات الألوان.
نقدر كمان ان احنا نروح على التبويب ده من تحت، بيظهر لي مثلا ارت هيستوري في مجموعة الوان لحاجات معينة، السليبريشن او الاحتفال مثلا في لها الوان معينة، الكالر بوكس او الوان الكتب ليها الوان معينة بالشكل ده، مثلا الفودز الاغذية، لو الخضروات ليها الوان معينة، مثلا في قائمة الفود برضو الفواكه ليها الوان مختلفة وهكذا. لو انت عايز ان انت تشتغل على تصميم معين، بتشوف الالوان اللي تناسب مع التصميم بتاعك او نوع التصميم بتاعك، وهو بيجيبها لك كلها متناسقة مع بعض، مش محتاج ان انت تسأل ايه اللي يناسب اللون ده، فبالتالي بتختار على طول. دي كانت الكالر والكالر جايد، واحنا مش هنشتغل عليهم كتير، احنا هنشتغل اكتر شغلنا على السواتشز. السواتشز اللي هي الالوان الجاهزة او الالوان اللي انت بتحفظها عندك علشان تشتغل بيها. يعني نفترض ان انت على قائمة الكالر وحبيت ان انت تختار مثلا درجة لون معين، عرفت ان هي 255 163 46، طبعا هي بتتقال من فوق لتحت. فنفترض ان انت عايز تحفظ اللون ده عندك اللي هو اللون ده، فبالتالي بتيجي تضغط هنا وتسمي اللون زي ما انت عايز. لاحظ ان هو سمهولك بنفس الارقام اللي هي موجودة في قائمة الكالر. لو انت علمت على جلوبال، معناها ان انت لو حبيت تغير اللون ده في التصميم كله، مهما كانت عدد العناصر المتلونة باللون ده، تقدر ان انت تغيرها. يعني لو انت اخترت كلمة جلوبال وانت بتصنع اللون ده وحبيت ان انت تغيره في اي وقت، تقدر ان انت تغيره في التصميم ككل بضغطة من هنا. تمام، لاحظ معايا ان هو انضاف هنا اللي هو عليه مثلث ابيض من اليمين من تحت، ده معناها ان انت اللي ضايف اللون ده. كمان تقدر تعمل جروب متكامل تحط فيه الالوان اللي انت عايزها، او تحدد مثلا مجموعة من العناصر انت لونتها زي كده وتضغط على كلمة جروب، فبالتالي هو لاحظ ضاف لك جروب جديد كامل فيه كل الالوان اللي انت محتاجها. تمام، تقدر ان انت تحذف الجروب ده لو انت مش محتاجه بالضغط على حذف. ممكن كمان تعمل جروب جديد تجمع فيه مجموعة من الالوان اللي انت عايزها. نفترض مثلا اللون ده عايز تحطه معاك في الجروب بحيث ان انت ترجع له في اي وقت. المشكلة في الالستريتور ان هو لو انت قفلت العمل ده، كل الالوان هترجع لطبيعتها والفولدرات دي مش هتلاقيها. فعلشان كده انت بتعمل ايه؟ بتروح على قائمة الاوبشن، وبعد كده تحفظه اما بصيغة ASE او AI. طبعا احنا بنفضل ASE لان هي مجموعة من الالوان بس، لكن AI هتحفظ العمل ككل او هتحفظ الالوان في عمل. فانا بضغط على ASE وبحتفظ مثلا بالمجموعة بتاعت الالوان دي، ممكن اسميها مثلا على اسم اللوجو اللي انا عملته او العمل اللي انا بشتغل عليه، واضغط على سيف. واي وقت اما الاقيش الالوان موجودة اقدر ان انا اعمل ريستور او اوبن، وبعدين اوبن لايبراري، وبعدين بعد كده اختار الشكل اللي انا حفظته زي كده واضغط اوبن. انفتح لي هنا زي ما انتم شايفين في بانل منفصلة فيها كل الالوان اللي انا كنت شغال عليها بنفس الاسم اللي انا حفظته. وكده في الحالة دي مش هكون محتاج قائمة سواتشز ولا الالوان اللي فيها. دي نبذة سريعة عن طريقة حفظ الالوان في الاليستريتور. اخر حاجة هنتكلم على الالوان النهاردة هي الجريديانت. علشان اثبت طبعا قائمة كلر، هحاول ان انا اخليها موجودة هنا، سواتشز كلر جايد. كده انا عندي قائمة عارف كل الايقونات بتاعتها ايه. وخلينا نقفل الاشكال دي هنشرحها بعدين. لو انا مش عارف الاسماء بتاعتها ممكن اطلع الاسماء زي ما هي كده، لكن انا بفضل اخليها ايقونات بالشكل ده. اخر حاجة في درسنا النهاردة هي قائمة جريديانت، وهي برضو خاصة بالتلوين، وممكن اطلعها من كنترول واف 9. لو لاحظتوا مش بس موجودة في الويندو او ليها بانل، ده موجودة كمان ليها اداة هنا اسمها اداة الجريديانت تول، ودي بتخليني اقدر اتحكم نفس الحكاية كأني انا فاتح
قائمة الجريديانت بالشكل ده. يعني مثلا لو عايز ان انا اعمل لونين مختلفين بشكل جريديانت زي الفوتوشوب لحرف معين، اما ان انا اضغط على الأداة وبعدين اروح على الشكل اللي انا عايزه، اضغط دبل كليك على اللون الاسود مثلا عشان اغيره، فبالتالي بتظهر لي السواتشز كولر. اما ان انا ارجع لقائمة كولر وده هيكون متحدد لي الالوان اللي موجودة بس ما اقدرش اضيف فيها، او اروح لقائمة سواتشز وساعتها اقدر اختار من الالوان الجاهزة، او ان انا اختار الكولر بيكر وبعدين اخد اللون من اي مكان تاني انا عايزه بالشكل ده. طبعا لو حبينا ان احنا نغير درجة اللون، مثلا نفترض ان انا هرجع للون الاساسي، بضغط عليه بس كده كليك واختار اللون او الشكل اللي انا عايزه من قائمة الكولرز. لو انا مختار في الجريديانت تول دي الراديال، فبيظهر لي المؤشر بالشكل ده، اقدر ان انا اتحكم في الدايرة او الانحناء بتاع اللون بالشكل ده، او اقدر اعمل لها تدوير زي ما انا عايز، وكمان اقدر ان انا اتحكم في قوة الجريديان نفسه، او من الشكل ده ممكن اتحكم في درجة اللون الابيض تكون اكتر من اللون الازرق وهكذا. طبعا لو انا مختار الاختيار الثالث بيظهر لي بالشكل ده، بيكون حسب الشكل اللي قدامي، يعني اقدر ان انا اسحب كل منطقة واتحكم فيها زي ما انا عايز بالشكل ده. لكن لو انت عايز ان انت تلون عن طريق اداة الجريديانت نفسها، مش عايز تلون من عن طريق اداة التول، فبالتالي بترجع لقائمة الجريديانت. بروح مثلا لو عايز الون حرف زي ده، اختار اولا التايب بتاعي، يا اما نظام خطي او دائري او تحكم كامل في حسب اللون، يعني اماكن مختلفة حسب الشكل قصدي. نبدأ الأول مثلا بأداة اللاينر جريديانت دي، بختار الزاوية بتاعتها، أقدر إن أنا أتحكم في الزاوية مثلا زي ما أنا عايز من الأداة بالشكل ده، وكمان أقدر أخلي الستروك نفسه معمول له جريديانت، طبعا لازم يكون زيادة شوية بالشكل ده، تمام. هنا ظهر لي الستروك في اشكال مختلفة في الستروك. لو انا اخترت الشكل الاولاني بيظهر لي الستروك عموما في الجريديانت، بحيث ان الجزء اليمين بلون والجزء الشمال بلون، لكن لو انا اخترت الجزء الثاني ده بيبقى ماشي مع الخط نفسه، بحيث ان هو جزء من الخط بادئ باللون الاولاني اللي هو الابيض مثلا، وبعد كده داخل على اللون الثاني مع الباس نفسه او اللي هو المسار بتاعت الخط. لو انا اخترت الاختيار الثالث ده بيكون حسب سمك الخط نفسه، يعني مثلا نفترض ان انا هكبر، لاحظ ان هو السمك بتاع الخط نفسه بداية كان بادئ باللون الابيض وبعد كده بدأ يغمق حسب اللون اللي انا مختاره اللي هو اللون الازرق. ده طبعا شكله مبقاش حلو في بعض الخطوط، بس في ناس بتستخدمه في تصميمات. المتعارف عليه والمستخدم غالبا بيكون هو الستروك الاولاني. نرجع لللينير للفيل بتاعنا، طبعا نعمل كنترول زد، نرجع للفيل. لو حابب ان انا اعمل انشط الاختيار ده لازم يكون التحديد بتاعي راديال، فبالتالي اقدر ان انا اتحكم في ابعاد اللون نفسه، ممكن 300% ممكن 600%، او ان انا احرك الدايرة حواليه زي ما انا عايز. هنا الاوبيسيتي في بعض الناس بتفكرها ان هي شفافية الخط نفسه او الشكل نفسه الخارجي، لا، الاوبيسيتي هي شفافية اللون الاولاني ده، يعني لو انا خليتها شفافة فبالتالي هتظهر الشكل اللي وراها. يعني مثلا نفترض ان انا هجيب الحرف ال اخليه ورا كده، اعمل كليك يمين الرينج وبعدين سنت تو باك كده، هو بقى ورا حرف الاي، فهاجي على حرف الاي
اعمل الاوبيسيتي مثلا صفر. لاحظ ان اللون الازرق هو اللي اختفى، لاحظ معايا. كل ما بقلل كمان كل ما بيختفي اكتر او ما بيكونش موجود، فبالتالي بيشف للي وراه، مش بيخلي الشكل كله شفاف، لا بيخلي الابيض مش شفاف، لكن بقيت اللون اللي باللون الازرق هو اللي شفاف. نحدد اللون، نرجعه زي ما كان 100%. طبعا لازم اكون محدد الشكل بالشكل ده. طيب لو انا عايز اضيف لون زيادة مع الجريديانت، بضغط بس كده على المؤشر، فبالتالي بيحط لي لون في النص، اقدر اضغط عليه دبل كليك واختار اللون اللي انا عايزه بالشكل ده. ممكن كمان اضغط كمان هنا واختار لون مختلف تاني، وهكذا اقدر اختار اكتر من لون. لو حابب ان انا احذفه بس حابه لتحت بالطريقة دي، ببساطة بيتحذف معايا اي عدد من الالوان زي ما انا عايز. دي كانت طريقة التلوين في الاليستريتور. نعرف النهاردة الدرس ما كانش ممتع، لكن وجب علينا ان احنا نعرفكم نظام التلوين في الاليستريتور، لان ان شاء الله الدرس الجاي هنعمل تطبيق وهنحتاج فيه التلوين، وهنشرح كمان طريقة عمل الفرش، وهنشرح لكم حاجات كويسة في الدرس اللي جاي. بعتذر عن أي تقصير، وإن شاء الله يكون الدرس نفعكم. لو عجبكم الدرس شاركوه مع أصحابكم، ولو في أي تعليق أو أي استفسار أنا مستني تعليقاتكم على الفيديو. ولو مش مشترك معنا في القناة اشترك، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، وشكرا ليكم.